الحادثة اللي وقعت هنا ياك. نعم. واحد الحادثة وقعت هنا، حنا خدامين في هاد الزنقة هادي، وعندي الصديق ديالي تيكون بالليل، سمعتي؟ نعم. تيكون بالليل، مع جيت أنا في الصباح قال لي، قلت له شنو اللي واقع هنا، هاد الطوموبيلات وداك الشيء، قال لي راه واحد السيد هنا هذاك البرنامالي، حنا كنقولوا ليه على البرنامالي. قال لي راه جاو البارح شي ثلاثة ولا ما عرف جوج بالطوموبيل ضربوه، تيراو فيه ثلاثة القرطاسات. قلت لهم انت ما شتي والو ولا هذه؟ قال لي انا راه ما شتي والو، كنت هنايا مريح حتى سمعت الطوموبيل جاي دارت مارشاريان وطلعوا من هنا طالعين، فهمتي؟ هذا الشيء اللي كاين. وداك السيد كان الله يعمره دار بخير وراجل مزيان، وهذا هو اللي كاين بينه وبينه على السلام. سالا وشتو انا تقريبا انا مع شي ستة، انا ما تلقت البارح حتى السبعة ونص، شتو مع تقريبا مع هذيك ستة وربع ولا ستة وثلث، شتو سلمت عليه الحاج لاباس بخير، كان كيدير نيت كيدير الميناج قدام الدار ديالو. وهذيك الساعه ما بقيتش عاود من تما، ما بقيتش ملي جيت الصباح ولي صاحبي هذا المشكل هذا، وهذا هو اللي كاين.